للحديث أكثر ينضم إلينا يوسف أبو صاليك مدير التحول الإلكتروني في وزارة العدل. أستاذ يوسف أبو صاليك حياك الله في قناة المملكة. عندما نتحدث من نسبة 100%، نسبة المعاملات التي حولت إلكترونيا في وزارة العدل. أول شيء مساء الخير وشكرا لكم وشكرا لقناة المملكة. في البداية إحنا لو بنحكي عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل بنحكي عن خطة التحول الإلكتروني تم وضعها وتم العمل عليها خلال ثلاث سنوات اللي مضوا. اشتغلنا على 43 خدمة إلكترونية. هذه 43 خدمة إلكترونية بتغطي جميع، خلينا نحكي أكثر الاحتياجات اللي ممكن تتعامل معها المحاكم. بمعنى ممكن نشتغل عن في خدمات التسجيل القضايا للإخوان المحامين، قضايا بموضوع الدفع الإلكتروني اللي اشتغلنا فيه، اشتغلنا على مواضيع الدفع الإلكتروني. اليوم كل خدماتنا صار فيها دفع إلكتروني. طورنا على أنظمتنا الخاصة في مواضيع المحاسبة، زدنا الشفافية حتى للمواطن. اليوم كل الدفعات اللي بتصير عندنا بتصير بشكل إلكتروني، مجرد ما تمت عملية الدفع راح يصل وصل للمواطن أو للمحامي. فهذا الشيء ساهم أكيد أنه يسهل على المواطنين، ساهم بالدرجة الأولى أنه نخفف الاكتظاظ وفي ظل الجائحة اللي بندعي الله أنها تمر بسلام على هذا البلد. طيب أستاذ يوسف، هناك خدمات تقدمها وزارة العدل لربما تحتاج إلى أن تحول إلكترونيا ويوجد عليها تهافت من قبل المواطنين، هل من نية وأولويات لتحويلها إلكترونيا بعد النجاح في النسب التي تحدثت عنها؟ نعم، شكرا أخت ساندي لهذا السؤال. اليوم إحنا في وزارة العدل لما بنيجي نشتغل على موضوع أستاذ يوسف أهلا بك مجددا في قناة المملكة. كنا نتحدث وإياك عن الخدمات الإلكترونية خصوصا في وزارة العدل. هناك خدمات لربما يتم تحولها إلكترونيا في وزارة العدل، وأنت كنت بصدد الإجابة، تفضل. شكرا أخت ساندي. هلا إحنا لو بدنا نحكي عن الخدمات والشيء الجديد اللي راح نعمله، زي ما بنعرف احنا بدايه ضمن خطه شغالين عليها لنا 3 سنين، اليوم عمالنا بنكمل هاي الخطه من خلال التغذيه الراجحه سواء كانت من زملائنا المحامين او من الساده المواطنين. فكل الملاحظات اللي عم تصلنا اولا باول بنحاول انه نطور بهاي الاجراءات، هاي من ناحيه. من ناحيه اخرى احنا بناخذ دائما في عين الحسبان نقطه كثير مهمه، شو احنا لما بنعمل خدمه الكترونيه بوزاره العدل شو راح نخفف على المواطن، شو بدنا نخفف على المحامي. فلو نرجع احنا نطلع على جميع الخدمات اللي موجوده اليوم لوزارة العدل نلاقيها انها ذات اثر في من خلال تخفيف الكلف. لو بدنا نحكي مثلا عن موضوع المحاكمه عن بعد على سبيل المثال كمشروع من مشاريع التحول الالكتروني اللي صارت وقامت فيها وزارة العدل، بنعرف شو خففت الكلف الموجوده. لو بنحكي عن موضوع التطبيق لوزارة العدل اللي هو الام او جي ابلكيشن، هذا التطبيق موجود عليه 10 خدمات. لو بنحكي عن اليوم عن خدمة عدم المحكومية اللي أكثر المواطنين جزء بتعامل فيها خاصة لأنها دائما لها متطلبات معينة، بنجد أنه خدمة عدم المحكومية اليوم هي خدمة بيقدر أي مواطن يطلعها، ما في داعي لأي مراجعة، وبتصل بشكل لا ورقي. فهذا النهج اللي احنا شغالين عليه طبعا. وتفضلوا اختي. عند حديثك عن التغذيه الراجعه من هذه الخدمات المقدمه واراء المواطنين في التماهي معها، ايضا لابد الحديث الان عن البنيه التحتيه والادوات اللازمه والمتاحه الان في وزاره العدل والضغط عليها بعد اقبال المواطنين لهذه الخدمات وفقا لاحتياجاتهم. هل البيئه البنيه التحتيه موفره ام تحتاج الى زياده تحسين واولويات اخرى؟ نعم. في البداية لو نجد البنية التحتية لوزارة العدل هي بنية تحتية معمول فيها من أعلى المستويات، هناك أنظمة كثيرة تعمل، أنظمة إلكترونية تعمل ضمن منظومة الوزارة، وحتى المستوى الموظفين هو عمل فريق كامل. يعني بجوز بنحكي بتحكوا معنا الآن وإحنا لسه على رأس عملنا، لأن مفهوم الخدمات الإلكترونية يتطلب منا ومتطلب من الجميع كمفهوم أن يتم العمل عليه في 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 ساعات حتى في ساعات متأخرة. طبعا إحنا بنأخذ بعين الحسبان برضو كمان نقطة كثير مهمة، نعرف إحنا كمشروع
التحول الالكتروني سواء كان لوزاره العدل او لحتى كل الحكومات لكل الخدمات الحكوميه. النقطه الاولى او خلينا نحكي نجي على المربع الاول اللي هو ثقافه التغيير اللي بدها تنطوي بناء على التغيير اللي راح يصير في المنظومه. يعني انا كمواطن متعود مثلا اروح اطلع عدم محكوميه، اروح اراجع المحكمه وامشي في الموضوع. اليوم كوزاره عدل لما بلشت في موضوع انه لا صارت كلها الكتروني وصارت كامله لا ورقيه، هون نجاح التجربه ببين بعد تجربه بعد وقت، وهذا اللي احنا دائما بنحكي فيه في مشاريع التحول الالكتروني، دائما النتائج تكون بعد مده. فهذا المرجو. النقطة اللي حكيتيها برضو انه الاولويات بالتطوير، طبعا عملية التحول الالكتروني بشكل عام متطلبها الاول هو التطوير، يعني حتى لو اليوم كان في رضا تام والخدمات 100% لا احنا لازم نكون ماشيين اكثر واكثر، وهذا الشيء بجوز نحكي فيه لانه معالي الدكتور بسام التلهوني وزير العدل هو معانا في حتى في عملنا في موضوع الخدمات الالكترونيه، ولما بيكون معك صاحب القرار مطلع على عملك بشكل كامل يبدأ العمليه بتصير افضل ودائما بنخفف فيها قدر المستطاع على المواطنين. نعم، يوسف ابو صعليك مدير التحول الالكتروني في وزاره العدل، شكرا جزيلا لك.